السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بشار لنقف على الأشغال نتاع الخط سك الحديدية المنجمي اللي يقع ما بين ولاية بشار وولاية تندوف على امتداد مسافة 1000 كيلومتر، واللي فيه 200 كيلومتر تقع في ولاية بشار. إذن وقف والي ولاية بشار على المشروع هذا اللي تم يعني إلى يومنا هذا تم اختيار المسار، وانطلقت الأشغال نتاع التسوية نتاع الرواق نتاع الخط نتاع السكك الحديدية هذا. أترككم تتابعون هذا الفيديو تاع زيارة الوالي ولاية بشار إلى المشروع. في إطار التحضير لانطلاق أشغال مشروع الخط المنجمي بشار تندوف غار جبيلات في شطره المار على مستوى ولاية بشار 200 كيلومتر، قام صباح اليوم السيد محمد سعيد بن قام والي ولاية بشار بزيارة ميدانية لورشات إنجاز قواعد الحياة والوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز مسار السكة الحديدية الذي يربط العملاق المنجمي غار جبيلات تندوف، سيما بداية مسح وتسوية الأرضية المخصصة لها، أين قدمت له شروحات حول الأشغال المنجزة من طرف الشركات المكلفة بالإنجاز، ليؤكد بعدها السيد الوالي على ضرورة مرافقة المشروع وتدليل كل الصعوبات للتقدم في وتيرة الإنجاز، وذلك لما له من أهمية كبيرة ومردودية اقتصادية على المنطقة والجزائر. صادير لو بيكا هذا دونك لي 5 اوفراج اللي كاينين له هادو منا صغار، ولكن لوفراج اللي منا سان اوفراج امبورط دونك تو سورا كونسونطري في لوفراج هذا. وهنا لا روت هاد لا روت هنا لي بون صادير اون بو ترونسبورتي من تحت لهنا لي بوت اون بو لي ترونسبورتي. وهنا كيما لا باز نحطو لي سونترال حنايا حنا سي بريفي كل رمنا ابارتير من هذا اليوم برمجنا زيارة الورشات نتاع العمل اللي فيها الانطلاقة الأولية لمشروع نتاع السكة الحديدية من بشار نحو تندوف. عندنا المشروع الأول الجزء الأول تاع 200 كيلومتر، الأشغال انطلقت، رانا نحضروا الآن في العمل لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمية من طرف المسؤولين المركزيين، وبالتالي احنا اليوم رانا جينا نديروا زيارة لهذا المشروع. راكم تشوفوا الأشغال راهي بدات، عملية المسح والتراسم راهي انطلقت، قواعد الحياة نتاع هذه الشركات راهي تنصب يوم بعد يوم حتى آخر نقطة 200 كيلومتر تقريبا كل 50 كيلومتر نلقوا قاعدة حياة نتاع شركة من الشركات، لأن كل واحدة عندها جزء. وبالتالي اليوم درنا زيارة لهذا باش نشوفوا الأشغال وين راهي واصلة تحضيرا للانطلاقة الرسمية إن شاء الله تاع الأشغال.